غيره سمك هيبرد. يعجبني اللي قد التحدي، اللي ينهزم يعشينا، مو مثل بعض الناس. والله مو بمثلي. بعدين يا عبسي واك جاي من سمت، تنجبت برست ابو جوك. اسمع نقنق معنا بس سمك، وبعدين اضربها برست حراق خليه يلعب بطنك. تعال امسك امسك بس جرب ذا اللقمه. شوف يا الله يا ربي، شوف 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 سمو سمو يا جرب واحكم. ها بسم الله بطلة. يا ولد هاي سلامات يا ولد. ظهر انه شوك انشبت بحلقي بس ما خلاص ما عاد احس به. شكله بلحها يا عيال. عموما خلونا ناكل وبعدها يجي صك بلاي ستيشن، واللي ينهزم يجيب العشاء بكره. اوكي اوكي. عطى روح بدري عليك. مو بس انه صايف بروست، شو سوات؟ لو انك ماكل معانا كان اصرف لك بدل الفلسفه حقتك يا ابو بروست. حشوفك كل يوم واروح واقول نظرات رد الروح، أعيش فيها عشان بكرة، عشان الليل اللي كله جروح. أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرة ترد الروح، أعيش فيها عشان بكرة، عشان الليل اللي كله جروح. طالع بنور أنت وشكم يا عيال؟ فزتوبي تراكم. انخبر صوتك مخيس وما ينسمع، شلون طلع كذا حلو؟ صوت محمد عبده بنفسه؟ والله عيال مو بقصدي، بس لو تبون اسكت اسكت. لا 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 تسكت، بس انا ماني مصدق، شكلها صدفت معك او اذانينا فيها شيء. اذانينا ما فيها شيء، كلنا سامعين بوضوح. لا ما اعتقد. تكفى والتكفى تهز رجاجيل، نبغى نسمع اغنيه ثانيه في صوت ابو نوره. المشكله ما حفظت اغاني واجد ابو نوره، هذا الازازي. تكفى يا ولد العم، اغنيه واحده بس. ابى اغني لكم، بس لا تناظرون انت كذا. ابشر. بروست ما بغى. هلا عند الباب. يلا تهاجون يا عيال، في جني. لا ما اعتقد يا ابويا. هذا السمك ايش تقصد؟ الشوك اللي نشبت بحلقه يا ابويا، اشتغلت وسوت عوائلها. هاي الشوكه. صاحبكم هيدا مشهور؟ ايه مشهور، وش تبي منه؟ حلو كتير، بدنا اياه يغني عنا هاوني بالمطعم. والمقابل؟ المقابل ورقة زرقاء 500. وانا؟ وانت شو؟ انا مدير اعماله. تكرم عينك، كمين ورقة زرقاء؟ انا بمشي، عرضكم ده ما يحمس. لا 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 لا، عود 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 عود، استنى يا خي، روق علينا، شو بدك؟ شلون شو بدي؟ الحين خوينا هذا جاي بصوت بنوره وتقول لي 500 ريال. ولا يهمك ولا يهمك، فوقهم كمان عشا. لا دام فيها عشا عجل توكلنا على الله. بس اسمع، تعطيني 1000 ريال كاش عشان انا اعطي خويي 500 وانا اخذ 500، لاني اخاف انه يحسبني زرفته. اوكي تكرم عينك ولا يهمك. نسيت اقول لك، ترى خويي ما يحبك المطعمكم. مطعمنا ولو ليه؟ جيب له بروستد. ولا يهمك ولا يهمك، بنجيب له بروست. يكسف سنة بعد رد جا من جبينه، هذا حبيبي أرعن عيون الناعس أرم شهافي، لسى الهمة ذاب الهوى من حنينه، هذا حبيبي.
له نظرة الله سراب ولا مي، له نظرة الله سراب ولا مي. راعي الهوى قالوا لي انك مدير اعمال الفنان صالح صحيح؟ اي وصل ما شاء الله. اجل هذا كرتي طال عمرك، انا صاحب استوديو كبير وضخم ومعروف ايضا، ودي لو ترسل لي الفنان صالح ابى اسوي له ديمو. ديمو بس صالح ما ياكل الا بروست. يا اخي هذه مي بكله، هذه طال عمرك اللي بنسجل له مقطع صوتي، يعني تقدر تقول اشبه بالتجربه، وانا عندي احساس كبير انه هذا الفنان خطير وبيكسر الدنيا. ابشر بالديمو، ما طلبت شيء. مع السلامه. مع السلامه. يا مان يا الاخو تفضل، شو عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. لو سمحت انا عندي فنان عنده ديمو وقالوا لي لازم اسجل اغنيه علشان الديمو، وش النظام؟ تفضل استريح، بساعد مشغول شوي. مشغول. تفضل. ايه طيب عادي نتفضل. انا ما ابي غير ابو نوره يسجل لي الاغنيه. طيب بس ابو نوره بيكلفك 150,000 ريال. 150؟ نعم. مرة كثير. في غيره أقل بكثير. أنا ما بي أسمع صوت أحد بزفة أختي غير صوت أبو نورة. 150,000 ريال. ما بي شيء خلاص. خليك هنا لا تتحرك. لو سمحت يا أخت، ممكن أكلمك بكلمة راس خارج الاستديوهات؟ كلمة راس؟ وش تبي؟ تفضلي. من جدك؟ نص أغاني بنورة من كلمات الوالد أمد الله في عمره، حتى بالأمارية أمس متغدي معنا سمك. بس كم المقابل؟ أنت كم تقدرين تدفعين؟ لا أنت قول. أنت الأول. خلاص خلص علينا، بكم؟ لا السيدات أولا، قولي لا تستحين. 50,000. 50,000 ريال؟ ريال سعودي؟ صدق ولا تمزحين؟ ما تقدرين تدفعين أكثر؟ 60,000 ريال آخر كلام. موافق. بس كيف أثق إنه كلامك صح؟ أرسلي لي الكلمات على الواتس وبكرة الأغنية تحضر لك بالبيت. هلا والله بالاستديو البطل. حبيبي. بصلاح نبي التسجيل شغل نظيف. ما تخافش عيب عليك. من وين جايبينهم دولي؟ نزل إيدك، نزل إيدك يا بابا كخ كخ، عيب دي من أقوى الأنواع. وبعدين أنت إيه هتعملي فيها عبد الحليم ولا إيه؟ ما تغنوا تعرفنا، قصدي غنوا وخلصنا بقى. سلامات. لا تنفخ على ولد عمي، بعدين احنا دافعين حق الاستديو. ها يا استاذ عمري، الاشكال اللي انت جايبها لنا دي يا راجل، ما كنت قلت لي وكنت جبت لك مطرب، انما ايه صوت وصوره وشكل وبحه حلوه. يلا يلا انت صالح. اصبر اصبر، ضيعت الكلمات، ابى اتلين شوي، احس اني تعبت. خلاص خلاص يا صالح، اشرب ماء، اشرب ماء وبعدين تلين بالملحق. اشرب يا سيدي. تست 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 تست، انت لسه هتعمل تست يا استاذ عامر؟ ما يغني بقى وخلصنا يا اخي. اقول استنى شوي ابو صلاح، انت وراك عجل وحريقه. يلا عطى تست وبعدين ادخل باغنيه الفرح. اتفضل اتفضل، خش في المود يا استاذ. ما عاد بدري قلت لي وش تحرى ذابت نجوم الليل من جمر لها. عظمة العظمة العظمة، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا 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 لا، ده كتير. ايه الصوت ده؟ ده بجد اللي انا سامعه؟ حقيقي الاسطوره خليفه ابو نوره. اتفضل اتفضل يا استاذ. الله عليك، بصراحه جميل، مش النجوم اللي ذابت، انا اللي ضبط يا راجل. ايه ده؟ انت فعلا فزع. اهو دول بقى يا استاذ عامر ما بيخرجوش غير لما يكون في صوت حلو قوي 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 وبحيته حلوه. من زمان الصوت ده ما ظهرش على فكرة. الحاجات دي نادرة ولازم نحتفظ بيها، غلفوه يعني. لا بجد ده لازم ينزل في شريط فاجر، انا عايزه، ده بسوليفانتو، ده حاجة بكر جميلة. قوم يا عم تعالى معانا اهو. غلفوه غلفوه. ولد عمي ابو نورة تفنن بالاغنية بشكل خرافي. قايلس خلي ابو نورة علي. هذه 60,000. والله لو ادري الاغنية بتطلع بهالروعة كان اعطيتك زيادة. حنا فيها
خل نروح لاخر الشارع عند المحطه في صراف تصرفي لي وتعطيني. ان شاء الله المره الجايه. تعرف فنانين ثانيين؟ اف عليس، اعرف كل فنانين العرب، كاظم، عبد المجيد، عبادي، كلهم تعرفهم؟ ابد كلهم نعرفهم، اتصل نصل. وكلمي صديقاتس، اي احد تعرفينه من قربس كلميهم. اوكي خلاص ان شاء الله اتصل عليك. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. هلا والله بالدراهم. هلا بولد العام. اسمع هذه 60,000 لك، 10 ولي 10 وباقي الدراهم متى بتدعيهن؟ بعدين اعلمك وين ادعيهن. امش. ابوك الدراهم. استاذ عامي المره الجايه اذا تكرمت يعني يا ريت تغير لي الجهاز ده. هو خلاص ابشر ابشر بعزك، بس خلينا نطلع دراهم شوي واجيب لك جهاز من امريكا. ماشي. عامر ابي اقول لك شيء مهم. سم. عجزت انا مثل الناس لي يومين. بلا من البروست اللي تاكله الحراق. اجل في احد يفطر بروست بالثوم؟ ابن الحلال ما له سنعه بروست. حلقي كل ما جيت بنام بنسدح اشغلت هالشوكه. طيب ولا ما تنام وانت واقف؟ رانا عامر. الزبده ترى بروح المستشفى. طيب اصبر كم يوم الين ما نخلص الطلبات اللي عندنا وبعدين نروح المستشفى. ما اقدر، عجزت اركز. يا ورد خليك على كف الأيام، إما صفالي الوقت أكيد بيصفالي، ترحل وتقبل مثل طيف بلا أحلام، وأكيد بيجي يوم وما ما 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 بتلقاني. الله يعطيك الصحة والعافية وما قصرت، بس أنا في الحقيقة قصيدتك دي ما عجبتني ولا رح أغنيها. ليه يا أبو نورة؟ وش دعوة الله يهديك؟ أنا متفق مع مدير أعمالك إني أدفع لكم 200,000 ريال عشان تغني لي قصيدة يا أبو نورة. المسألة مو مسألة فلوس، المسألة إني ما رح أجاملك وأغني القصيدة دي وهي مكسرة. أنا بصراحة أعتذر لك وما رح أغني القصيدة دي. يعطيك العافية، ما قصر. تفضل، مشكور حبيبي. وبعدين معك أنت في الحراجات هذه؟ طول عمرنا قلت تسمع بنفسك يا ابو نوره وتحكم الله يحيك. انا كم مره قلت لك الشاي حقي ملعقه واحده سكر بس يا بني ادم، ملعقه واحده بس. ترحل وتقبل مثل طيف بلا احلام، اكيد بيجي يوم ما 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 بتلقاني. ما هذه القصيده الممتازه؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، وش ذا؟ صح لسانك، من تبي يغنيها؟ يا عامر يا اخو، تبدي بغت تنقطع. ابو نوره ما خليت عنه شيء، قلبته يمين ثم قلبته يسار، جيته منه هو مدير اعماله وقلت بعطيك باللي انتم تبونه، وسمع القصيده لقيتها عليه وسمعها وقال لا ما ابغى اغنيها. اسمعني يا عامر، هذه قصيدتي ابيها تظهر للنور ويسمعها الملك كله. يعني انت تبي ابو نوره يغنيها؟ ايه ابو نوره، وميت على ابو نوره موت. شكلك جيت لابو نوره بوقت غير مناسب. انا وش يدريني انا وقاته. ابو نوره اذا جيته وهو مروق يعطيك حتى عيونه. وعساك تعرف احد يعرفه ولا تعرفه، ايش العلم؟ عفى عليك، بس ابو نوره والوالد اخويا من يومهم صغار، وابوي كاتب نص كلمات ابو نوره، حتى بالاماريه امس متغدي معنا سمك. تكفى يا عامر، ابي الرجال يغنيها لي، واللي تبيه اللي تبيها حوله لك حال حين في حسابك. ما عندك مشكله. لا ما يصير كذا. لا وينه صالح؟ وينه صالح؟ مين صالح؟ شوكه. ولا طلع يا دكتوره بينامه ولا. ولا تطلعها، خلها موجوده. هو تاخير مش في صالحنا، لو هو مش جاهز للعمليه انا ممكن ادير شويه مسكنات لغايه اخر الاسبوع. كفو يا دكتور، المسكنات ممتازه. اهلين بفناننا راشد. يا مرحبا ابو طلال. مين قال لك اني انا سويت 5 أغاني حفلات الاسبوع هذا؟ انا ما سويت ولا اغنيه. الموضوع فيه انه خليني انا اشوف الموضوع وارجع اتصل عليك.
طيب حبيبي، مع السلامة. الدكتور قال المسكنات تزبنك ذا الأسبوع، يعني لين ما نخلص التزاماتنا. أي التزامات؟ أنا شغلها من صحتي. ياك مخه، ترى أنا موقعين مع عالم، يعني إذا ما خلصنا أمورهم بتنسجن الأسبوع ذا بس. أوكي، وبهالمناسبة هذه أبزيد نسبتك 60%. كذا عسى الله يصبرني. يلا ورا ما فرحت، تعبان ما تشوف شر. طيب كيف؟ أنا ما غنيتها. أبشر طال عمرك، بشوف لي حل. استغفر الله العلي العظيم. قبل ما ندخل بالتفاصيل، أبي أعلمك أن ناخذ على الأغنية 50,000 ريال. طيب تم، ما عندي مانع. من تبي يغني لك؟ أبو خالد. أبو خالد؟ أيهم أبو خالد؟ أبو خالد ما غيره، عبد الكريم. وبعد ودته مع ابن فصلة. تبي عبد الكريم يغني شيلة ومع ابن فصلة؟ همك تقول تسوون كل شيء؟ إيه نسوي كل شيء، بس أنت خابر، حنا في الرياض وعبد الكريم بالكويت وما أدري عن مواعيده. مو بنت تعرفون كل الفنانين؟ دق عليه الحين وتوكل. إيه صح صح، خلاص ندق عليه. وفلوسك جاهزة كاش، تبيها الحين؟ لا لا لا، ما بيها الحين، خل نسجل العمل وأدق عليك تجي تتأكد. هذا الكلام أستاذنا. ألو، هلا، تبي أغنية بصوت محمد عبدو؟ أبشر بعزك، متى تبيها؟ لا لا، اليوم ما يمدينا. 160,000؟ أبشر بعزك، أجيك الحين. ارسل لي الموقع جهز الشيك. مع السلامة. هذا زبون جاد يبي يدفع 160,000 عشان أغنية. جو جو جو، لمو لمو، على لا الدرهمات. 160,000؟ عامر أجي معاكم أتفاهم معاهم. لا لا لا، أنت تفاهم مع نفسك. أبو نورة أفع عليك، بس الوالد أبو نورة أخويا وسفراتهم كلها مع بعض. أنت بس عطني الشيك وخلال ساعة والأغنية بجيبي. 60 سنة وأنا أغني، وانت جاي في يوم وليلة تقلد صوتي وتخرب مسيرة الفنية؟ انقفطنا من فنان العرب كله من عامر. أنا ايش دخلني؟ أنا اللي غني ولا أنت يا المزور؟ هيا غني لي. والله يا طويل العمر ما راح أسامحك إلين تغني لي. أقول لك غني لي مقطع بسيط من أغنية لا تجرحيني. لا تجرحيني جرحك العام ما طاب. برافو. آها، الموضوع فيه شوكة. اسمع يا ولدي، أنا سامحتك، بس خد بالك تاني مرة إذا جيت تأكل سمك انتبه من الشوك ولا تأذي الناس. كفتة. 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 يا كفتة، وش هذا؟ كفتة، إيش قلوه؟ بسرعة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع 3 شوكات لسمك كبير جدا من حلو. اركب هديتك.